من حيث التحسين والتقبيح قسموا المنهي أقساما أربعة. القسم الأول قالوا ما قبح لعينه وضعا. ما معنى وضعا؟ بوضع اللغة، الواضع حينما وضع هذه الكلمة وضعها لإدانة هذا الفعل، مثل ماذا؟ مثل الكفر، العبث، السفه، الظلم. إذا سمعنا هذه الكلمات نشمئز منها. لماذا؟ لأنها في أصل اللغة هي قبيحة، فما جاء في الشرع من هذا فنعلم أنه قبيح عقلا. لماذا؟ لأن واضع اللغة وضعه لكل مذموم. وهنا أريد أن ألفت النظر إلى أمر قد يفوت الكثيرين. قد علم شياطين الجن والإنس من دعاة الحداثة وما بعد الحداثة والتلاعب بالقيم، قد علموا هذا الشيء، فصاروا يتلاعبون، وصاروا يتلاعبون بالألفاظ من أجل تحسين المعاني القبيحة. فمثلا تجد عبارة الشذوذ الجنسي، مثلا عبارة كانت شائعة، كلمة شذوذ جنسي بحد لفظها شذوذ تدين هذا الفعل القبيح، وإذا ما سمعها الإنسان يشمئز منها. ولكن دوائر الشيطنة العالمية، والحقيقة على رأسها هيئة الإذاعة البريطانية، هي من بدأت بهذا، البي بي سي، بدأت بتلطيف العبارات التي كان فيها إدانة لذلك الفعل القبيح، فصاروا يتكلمون مثلا عن المثلية الجنسية، كان اسمها الشذوذ صار اسمها ماذا؟ المثلية. من أجل ماذا؟ من أجل تحسين هذا المعنى في عقول السامعين. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المنهج وحذر منه. طبعا هذا ليس من موضوع بحثنا، لكن نقولها على سبيل الفائدة، قد لا تأتي لها مناسبة حتى نتكلم فيها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقواما يأتون في آخر الزمان، قال يسمون الخمرة بغير اسمها، يأتون لها باسم محبب، باسم لطيف، وقد ظهر هذا الآن في بلاد العرب بالذات. هناك بدعة خطيرة، يقولون مثلا كلمة مشروب يعني شيء لطيف مشروب، بينما خمر تدين صاحبها. مثلا يقولون مشروبات روحية، يعني هكذا الأشياء له علاقة بالروح، كل هذا من أجل تلطيف ذلك. ثم رأينا بعد هذا، بعد أن قطعت يعني مثلا البي بي سي شوطا في إضلال الناس في هذا الباب، رأينا بعد ذلك من يطالب يقول بحقوق المثليين ونحو ذلك. في الأول لا يستطيع أن يقول أن يطالب بحقوق الشذاذ، لأن كلمة الشذوذ بحد ذاتها قبيحة، فواضع اللغة حينما وضع هذا الكلمة وضعها لإدانتها، فإذا ما استعملها الشرع الشريف في هذا الباب نعلم أنها قبيح عقلا.